أدى زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب شرق اليابان إلى مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 100، ما دفع بالسلطات إلى إصدار تحذير من موجة تسونامي في أجزاء من الساحل. وتسبب زلزال أيضا بانحراف قطار سريعا عن مساره وإحداث شقوق في العديد من الطرق السريعة. ولا يزال سكان ومسؤولون في شمال شرق البلاد يحاولون تقييم الأضرار. وتم رفع التحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى أكثر من متر في أجزاء من شمال شرق اليابان. وأظهرت التقارير الأولية أن الأضرار كانت طفيفة في بلد يعتمد قوانين بناء صارمة تهدف إلى الحماية من الزلازل، بينما أفاد مسؤولون أنه لم يتم رصد أي خلل في المحطات النووية. ايه؟ 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 ايه؟